السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد مع الكاتب الصحفي محمد الاسكندراني، وهنتكلم النهاردة عن العمرة الخاصة بالأطفال. دايما الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا طبعا عن أسعار برامج العمرة، وحتى كان في عمرة ب15,000 جنيه اللي هي الخاصة بالبري 5 أيام والكلام ده، وكده اتكلمنا برضو على العمرة الخاصة ب18,000 جنيه اللي هي اقتصاد 3 أيام 4 ليالي، وهسيب لكم برضو الروابط علشان خاطر برضو ايه تابعوها تاني. طيب كان بيجي لي اسئله كده، وبعض التليفونات بتسال بتقول انا طالع انا وزوجي، او انا طالع انا واسرتي، ولكن عندنا اطفال لسه رضع او اطفال حديث السن من يوم 2 شهر ايا كان، يعني مصاريفها كام، هنعمل ايه، ايه الموضوع بتاعها، ايه التفاصيل، طب الناس هتضحك علينا وتاخد فلوس زياده، طب مش تاخد فلوس زياده، طب ده طفل لسه ما عليهوش فلوس، وهكذا. يعني كان الموضوع ماشي بنفس الشكل. طب الضوابط الخاصه بده، هل اتكلمت في ده، هل ايه التفاصيل، القصه، هل شركه سياحه تضحك عليا مش تضحك عليا، هل يجي سمسار او ايا كان هيجي يقول لي عاوز فلوس زياده والكلام ده، هو ده احنا جايين نتكلم عليه النهارده. طيب يا سيدي، صل على النبي كده واسمع الكلمتين دولت عشان نبقى واضحين مع بعض. شركات السياحه بتعمل ايه في الجزئيه دي؟ بتيجي مقسمه الاجزاء من سن يوم لحد شهرين، انت بتدفع ثمن التاشيره كامل زائد سعر تذكره الطيران، ومتشكرين على كده يعني. تمام، شوف سعر التأشيرة كام وسعر تذكرة الطيران كام اللي هي بالضرايب بتاعتها بكل حاجتها، وابتدي حاسبك على من سن يوم لحد شهرين. طب من شهرين ل 12 هتعمل ايه، او ايه القصة بتاعتك وايه تفاصيلها إيه؟ هنا بقى ابتدوا يتكلموا في جزئية مهمة جدا، هي من شهرين لغاية سن 12 سنة هتدفع قيمة 80% من سعر البرنامج. يعني بمعنى تفصيل اكتر او نوضح اكتر في الجزئية دي، هنقول مثلا ان سعر العمرة 27,000 جنيه، تبتدي فعليا للعشر ايام والخمستاشر يوم من 27,000 جنيه، الخمستاشر يوم اسف بالظبط. انا طالع نفترض اللي هي 15,000، 80% كام من 15,000، وابتدي حاسبك عليها. طيب هل الكلام ده صحيح ومنطقي؟ اه فعلا، انا شفت شركات سياحة عملت الكلام ده، وده حقها طبعا. انت لازم، انت راجل بتيجي هتاخد مساحة على الطيارة، هتاخد برنامج، هتركب باص، الكلام ده. طب كان في نقطة مهمة واشترط فيها اللي هي ايه؟ ان الراجل او الطفل اللي هيجي اللي هو من سن فيما فوق الشهرين لحد 12 سنة، ان هو لازم يقيم مع اسرته او مع اهله. طبعا ما ينفعش يقعد مثلا في مكان لوحده، اذا كان تسكين ثلاثي رباعي ثنائي ايا كان، لازم يكون متواجد مع اهله يعني. فالنقط دي نقط مهمة جدا وكنت لازم اوضحها على الفيديو ده. انا ما بحبش اتكلم كتير واخش في تفاصيل كتيرة اكتر من انا بديك كبسولة خاصة بموضوع العمرة ده والكلام ده، يعني الملخص السريع يعني زي ما بيتقال. فدي على كل الناس اللي سألت عن موضوع الأطفال، فدي كانت إجابة صريحة ومختصرة لموضوع الأطفال. فيعني حبيت أقولها شافية ووافية كده ليكم، يا رب أكون بعرف أوصل لكم المعلومات بشكل كويس. وعلى فكرة إحنا عاملين فيديوهات سابقة عن العمرة مهمة جدا، يا ريت تابعوها. ويمكن اتكلمنا عن تفاصيل الحج بقى سابقا الحمد لله، وكان لنا السبق والانفراد في بعض حاجات كتيرة، والحمد لله كان ربنا موفقنا فيها. فيا ريت تابعوني في القناة، لايك واشتراك في القناة، ويعني شير الفيديو علشان خاطر تعم الفايدة على كل الناس، والناس كلها أهم حاجة عندها المعلومة مهمة توصل إن الأطفال بتتعامل إزاي جوه شركات السياحة. وطبعا في معلومة كمان عاوز أقولها، اللي أنت لازم يكون عندك الباركود، مهم جدا إن أنت لازم تاخد الباركود بتاعك، مهم جدا إن أنت تحجز تبع شركة سياحة تكون مدرجة على بوابة العمرة المصرية. الحاجات دي تفاصيل صغيرة ومهمة، هتلاقي أسماء شركة السياحة موجودة وفقا لكل محافظة، تقدر تتصل بتليفوناتهم المتبع. خلي بالك الضوابط ملزمة بحقوقك، تجيب لك حقوقك وحقوق الشركات. بص كل التفاصيل هتلاقيها موجودة حقيقي. أنا بنصح دايما شركات السياحة تنفذ برامج العمرة والحج، لأن هم بصراحة يعني شاطرين في الجزئية دي، والواحد دايما بيشد بيهم، لأن طبعا شاف التنظيم إزاي وشفنا الحاجات اللي هو، وكمان بنقعد مع المسؤولين بنشوف الخطوات والترتيب والقصة دي. بصراحة هم ملتزمين في كل شركات السياحة، عشان كده حبيت أقول الكلام ده. البرامج على فكره، عشان بس ما حدش يقول لك ضحك عليكم مش ضحك عليكم، من شركات سياحه لا، البرامج ممكن تلاقي واحد ب27، واحد ب28، واحد ب37، واحد ب50، واحد ب100، وفقا لطلباتك، وفقا للبرنامج اللي الشركه حطاه، وفقا لقرب الفندق من الحرم المكي، او وفقا للخدمات اللي انت عاوزها اضافيه او الكلام ده. ففي برامج بتفصل عشانك، في برامج ثابته اللي هي ب27 وم37 وال30 وهكذا يعني. فعلشان خاطر ايه، ندي كل واحد حقه، ومحدش يقول لك الشركه دي حكيت عليها في 1000 جنيه او الشركه دي مش عارف ايه، لا كل حاجه لها تفصيلتها، فاهم يعني، وكل حاجه لها خدماتها.
ممكن تفصيله صغيره بتفرق ما بين شركه لشركه يعني، او خدمه صغيره تقسم ما بين شركه وشركه. بالنسبه للناس اللي بتروح عن طريق اي مكان تاني يا جماعه، لا، اي حد خارج شركه سياحه مباشره من ليها، لا يعني انا ما بنصحش بيها. انا كده قلت نصيحتي وقلت موضوع الاطفال والتاشيره بتاعتها، فكده يا رب اكون مفيد بالموضوع الفيديو، وان شاء الله باذن الله تابعونا فيديوهات جديده، نشوف باذن الله تفاصيل كتيره باذن الله وحاجات خاصه بالعمره، وان شاء الله باذن الله معانا، ان شاء الله باذن الله هتصل بالمسؤولين وهجيب لكم المعلومات صحيحه من مصادرها باذن الله. واي استفسار سيبه لي في كومنت وانا ان شاء الله بنشتغل عليه ونتواصل مع المسؤولين عشان خاطر نقدر نوصل لكم المعلومه الصحيحه او الرد الصحيح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم كاتب الصحفي محمد الاسكندراني.